على خلفية ما تعرضت له المنطقة العربية من حروب وصراعات أدت إلى ارتفاع نسبة الهجرة والنزوح، انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية. وناقش المؤتمر مدى أهمية تنظيم عملية الهجرة في المنطقة العربية لتمثيلها قسماً هاماً من الهجرة العالمية، كما أوضح الحضور أنها تساهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. نحن في سياق المراجعة الإقليمية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، ويأتي هذا المؤتمر يعني في ظل فترة تشهدها المنطقة العربية حيث أعداد المهاجرين إلى ارتفاع من وإلى الدول العربية. نحن مجتمعون اليوم للتفكير سويا مع الحكومات العربية مع أصحاب المصلحة جميعهم بسبل جعل الهجرة في المنطقة العربية أكثر أمانا ونظامية ومنظمة. تم التركيز خلال المؤتمر على موضوع توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، كما تم التركيز على الصلة ما بين الهجرة والتنمية وكيفية الاستفادة من عوائد التنمية للهجرة. ويهدف المؤتمر أيضا إلى توفير منصة لدول المنطقة لتحديد الأولويات الوطنية والإقليمية وتبادل أفضل الممارسات والإنجازات الرئيسية حتى الآن في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وأيضا البحث عن سبل جديدة ومتطورة لتحقيق الهجرة الآمنة. طبعا نتيجة الصراعات المستمرة في الدول العربية والأمور التي حصلت في الفترة الأخيرة، هناك العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يذهبون عن طريق البحار وغيرها، وأصبحت الهجرة سمة في الدول العربية. لذلك لابد من توعية الشعوب العربية أنه الهجرة لابد أن تكون آمنة ومنظمة عن طريق السفارات وغيرها، لما يتعرض له المهاجر من أمور أمنية كبيرة ويتعرض حياته للخطر. المؤتمر تطرق إلى التغيرات المناخية في العالم معتبرا أنها عاملا قويا في التنقل البشري، حيث أكد الحضور أن المنطقة العربية متأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية، وأنها باتت إحدى المحركات الهامة للهجرة والنزوح. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.